لما اعلنا عن ليالي الحلميه انا فوجئت بردود افعال مختلفه، لكن اللي استوقفني جدا الناس اللي هي عايزه تذبح الموضوع من قبل ما نحط فيه كلمتين، وده كان شيء بالنسبه لي مفزع. يعني انتوا ازاي بتحاولوا تعملوا كده؟ ما تستنوا ونشوف، واذا نجحنا فشيء جيد، اذا فشلنا خلاص فشلنا، والنجاح والفشل ده بتاع ربنا. ليه بتسبق الاحداث، وليه بتحاول ان انت يعني تحبط ناس عايزين يعملوا حاجه جيده كمان؟